للحديث عن ملف ارتفاع الأسعار في العراق وفشل السياسة الاقتصادية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح حلو. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. كيف يمكن تفسير محاولة الحكومة التنصل من مسؤولية ارتفاع أسعار السلع المحلية بإلقاء اللوم على التجار؟ تحية لكم. حقيقة هذا الموضوع له تماس كبير جدا بحياة المواطن، والحكومة العراقية لم تدرك انعكاسات عملية التلاعب بصرف قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي. ونحن أن الفترة الماضية منذ 2003 ولغاية الآن عملية بيع العملة والمزاد في البنك المركزي العراقي وتسعير الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل شبه ثابت، اللي هو تقريبا من 118 إلى 120، هذا الجانب أعطى إمكانيات كبيرة جدا لعمليات صرف بشكل غير طبيعي وبيع للدولار، واستقر مفهوم التجار أن هذه العملة ثابتة، علما بأن ما يخرج من التجار في شراء العملة إلى خارج العراق 2019 مثالا 44 مليار دولار، وتعود البضائع إلى العراق ب 2019 بقيمة 18 مليار فقط، أي أن هناك فرق بحدود حوالي 26 مليار لم تعد إلى العراق كبضائع. وهذا الجانب شكل خطرا كبيرا جدا في حالة الضياع وتهريب العملة وغسيل الأموال وغير ذلك. لذلك بعد أن تنبهت الدولة أنه من الضروري إيقاف بيع العملة ورفع قيمة الدينار، رفع قيمة الدينار ضرر عناصر كثيرة من الذين يعملون على عملية تقييد العملة أو هذا الجانب شكل خطرا كبيرا على زيادة الأسعار لمجمل المواد المستوردة من الخارج، يعني لا يقع عاتق التجار فقط السبب الأساسي في رفع الأسعار، هي حالة الابتزاز موجودة لدى التجار لأنه ليست هناك رقابة حقيقية من قبل الحكومة زين على عمليات الاستيراد ودخول البضائع والجمارك وغيرها والأسعار وتشجيع البضاعة التي يمكن أن تنافس. أستاذ صباح، دكتور صباح، بحسب اللجنة المالية البرلمانية أسعار بعض المواد الغذائية أو معظم المواد الغذائية ارتفعت لنحو 3 أضعاف. هذا الفشل الحكومي في السيطرة على انفلات الأسعار، ما تداعياته على المواطن العراقي؟ بالتأكيد حقيقة سيعاني بشكل كبير جدا وتزداد مستويات الفقر، واحنا ندرك ان هناك مستويات قد تصل الى اكثر 40% من الشعب العراقي، اي اكثر من تقريبا 18 مليون عراقي يعانون معاناة كبيرة جدا توفير حاجاتهم، وهذه الزيادة جاءت بشكلت خطرا كبيرا جدا، فستكون هناك احتكاكات واسعة، ولذلك المتضررين حاليا من عمليات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار يحاولون أن يخفضون أو يعيدون عملية التسعيرة من جديد بشكل يتناسب مع أهدافهم في عمليات التهريب ونقل العملة وغير ذلك. طيب، فيما يخص يعني إقرار اللجنة المالية النيابية أن الموازنة للعام 2021 المالية قد تلغى بسبب استمرار الصراعات السياسية، ما تداعيات استبعاد تمرير الموازنة في جلسة البرلمان دكتور صباح مع عدم توفر الأغلبية الداعمة لها
على الواقع الاقتصادي، تداعياته على الواقع الاقتصادي. حقيقة هناك جهات تحاول إبقاء حالة الأزمة سواء بأداقة النواب أو خارجه، كما حصل اليوم في عمليات الاستعراض والخرق الأمني، وهذه جزء من عملية استبعاد ما تطمح له الحكومة في إقرار الموازنة، وكذا أيضا وصولا إلى مرحلة الانتخابات العامة القادمة في 10/10 القادم، ومحاولات لإلغاء الانتخابات أيضا أو وصولا إلى انتخابات قد تكون هزيلة من أجل بقاء حالة الفوضى التي يعيشها العراق حقيقة منذ 2003 ولغاية. وهذا هناك جهات خارجية وداخلية مستفيدة من وقت الفوضى المالية والاقتصادية وغير ذلك. نعم دكتور صباح، يعني مسؤولون في غرفة تجارة بغداد أكدوا أن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء المتصاعدة بعد خفض قيمة الدينار، وهو يعني بالضبط ما تفضلتم به أيضا. ماذا عن دور الميليشيات المسيطرة على مفاصل الاقتصاد الرئيسة في العراق؟ هنا تقمح حالة الفوضى في الاقتصاد العراقي في عدم وضوح إلى أين يتجه، هل هو اقتصاد ريعي، هل هو اقتصاد مبني على القطاع الخاص أم إلى القطاع العام، ولذلك نلاحظ القطاع الخاص ده يهرب من العراق وحالات الاستثمار الضعيفة نتيجة الوضع الأمني وعسكر الشارع، كما نلاحظ كل هذه ما تنطي فرصة لوضوح طبيعة الاقتصاد الموجود. ولذلك نلاحظ الميليشيات بين فترة وأخرى تحاول أن تخلق حالة من حالات الفوضى الأمنية تنعكس سياسيا على في داخل مجلس النواب بالنسبة للقوانين والقرارات، إضافة إلى أن العراق حاليا يتجه للانفتاح على دول الجوار، وقريبا هناك اجتماع ثلاثي وهذا يأخذ جانب اقتصادي وسياسي وثقافي وأمني كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط، وممكن أن يشكل هذا الثلاثي بروز قوة اقتصادية عالية تدفع به جهات دولية قوية أن يكون مرتكزا لمستقبلي لمجابهة تداعيات دول الجوار التي تتدخل بشكل أو بآخر. نعم. طيب دكتور صباح، العراق تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية على العراق، ما هي تداعياتها طبعا مع استمرار الحكومة في انتهاج سياسة اقتصادية غير مدروسة؟ حقيقة هذا الجانب يشكل إنه خطر مستقبلي على الأجيال القادمة، رغم امتلاك العراق للثروات سواء النفطية أو الغازية أو غير ذلك من الثروات اللي ممكن استثمارها. الديون شكلت عائقا كبيرا جدا في توظيف الأموال والإيرادات في مسألة بناء البنية التحتية، ولذلك نلاحظ الأجيال القادمة ستعاني بشكل كبير جدا في الخدمات ممثلة في التعليم والصحة والبلديات والخدمات الأخرى والمرافق المختلفة، رغم أن الواقع الاقتصادي ما زال لغاية الآن لم يتضح في عملية دعم القطاع الخاص أن يقوم بواجبه في وأدائه الإيجابي في استعادة الصناعة والزراعة، ولذلك نلاحظ أن هناك حالة فوضى، لكن في اعتقادي أن الحكومة تحاول في مساعي بالدفع باتجاه دول الجوار أن تعطيها الإمكانية أن تأخذ استقلالها الاقتصادي، وهذا مرهون مستقبلا بسياسة وإدارة الحكومة العراقية. من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك.